طيب بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة لفصل 12 عفوا يتحدث عن الفيت اور تشويس. فيت يعني القدر او الحظ، التشويس يعني الاختيار او الخيار يعني. طيب يقول in this unit، بهذا اليونت، you will write about hopes and plans for future. انت راح تتعلم كتابة شلون تكتب عن الحظ والامل، عفوا الامل والخطط في المستقبل. طيب هذه اول نقطة. ثانيا يقول review brainstorming techniques، وراح تراجع ايضا طرق تدفق الافكار اللي احنا قلنا من خلال هاي الطرق نقدر نحصل على افكار حتى نقدر نكتب الانشاء بطريقة جميلة جدا وبافكار جميلة. وذكرنا بانه اكثر من طريقه للبرين ستورمينج، عندنا هي طريقه المابينج، وكذلك عندنا طريقه الليست القوائم، اخذناها كلهم بدايه الكتاب. طيب ايضا عندنا ريفيونج ترانزيشن اكسبريشنز. ترانزيشنز ذكرناها قبل، وخاف يعني واحد ما يدري بيها شنو هي الترانزيشنز. هي ادوات الربط، يعني اللي نربط بيها الجمله ويا جمله اخرى. و write a paragraph about a future، وأيضا سوف نتعلم في هذا الفصل عن كيفية كتابة إنشاء عن المستقبل. إذا أريد أكتب إنشاء عن المستقبل أقدر أكتبه من خلال هذا الفصل. طيب بالبداية يقول لك look at pictures، انظر على هاي الصور. tell opponent what is happening، وأخبر زميلك ما الذي يحدث في هذه الصور. What will happen next، ما الذي سيحدث في التالي. طبعا اذا لاحظنا هاي الصور اكو في انه شخص يعني ياخذ تذكرة الحظ اللي حظ يا نصيب، هاي التذاكر اللي هي حظ ما حظ يا نصيب، يعني تشتري تذكرة وانت وحظك شوف ايش يطلع بيها، تذاكر الحظ يا نصيب والى اخره. فيعني هذه هي الفكرة، هذه الصور عرفنا شنو هي فكرة الصور. والآن ننتقل إلى التمرين الثاني، ويقول لك Have you ever bought a lottery ticket؟ هل سبق لك وإن اشتريت بطاقة الحظ، حظ يا نصيب؟ Or turned a draw، why or why not؟ سبق لك لو ما سبق لك وشنو السبب؟ Have you ever won؟ هل سبق لك وإن ربحت؟ Show your experience with the group، بين ان هذا الشيء بالجروب. طيب اكيد احنا نعرف شنو الحظ اللي يا نصيب، شخص يشتري تذكره بطاقه، وهاي البطاقه عادي انت حظك يطلع لورق اسمك لما يطلع. ثالثا يقول رقم 3 يقول read this paragraph، اقرا هذا الباراجراف. to find out if the writer believes in luck، او حتى نكتشف هل ان الكاتب اللي كتب هذا الانشاء يعني يؤمن أو يصدق بالحظ أو لا. Do you believe in luck؟ هل تؤمن بالحظ؟ هذا هو عنوان الإنشاء. نجي نقرأ topic sentence مالت الجملة. يقول My parents and friends think that buying lottery tickets is foolish. أصدقائي أبوي وأمي يعتقدون بأن شراء تذاكر الحظ يا نصيب هي شيء سخيف. They say that ordinary people like me never win. ويقولون لي بأن الناس العاديين أمثالك ما رح ينجحون بحظ يا نصيب. And that it is just a waste of money. وهذا الشيء اللي أنت قاعد تسوي تذكر تشتري تذاكر هو فقط مضيعة للأموال. However، بالرغم من ذلك، طبعا هذه الهوافر أداة ربط مثل ما لاحظ ربطنا بها الجملة. I don't agree with this because I know that ordinary people win things. ولكنني لا أؤمن بهذه الكلام لأن أنا أعتقد بأنه الناس العاديين يعني عادي مو مشكلة يربحون. I have entered draws before، وأنا دخلت دائرة يعني شلون نقول عليها إحنا، دخلت الـ السحبة. And I have won several times، وقد ربحت أكثر من مرة. I won
a t-shirt at my school festival once. وربحت مرة t-shirt بالمدرسة مالتي. And also a gift. وربحت أيضا هدية بالمخزن بقسم المخزن أو المتجر. يعني الظهر أكو فد أسواق أو فد شي مسوي هذا الشي. In addition بالإضافة إلى ذلك in addition أيضا أداة ربط. My uncle عمي won a free dinner أيضا ربح وجبة غداء عشاء مجانا for two people لشخصين by putting his business card in a draw at a restaurant بيوضع البطاقة العمل مالته يعني دخل السحبة. I hope to win a lot of money in the lottery. أحب أتمنى أن أربح فد شيء ببطاقة الحظ اللي أنا أصيب. In the future بالمستقبل. So I'm going to buy a new lottery tickets. لذلك سوف أشتري بطاقات الحظ اللي أنا أصيب. After all بعد ذلك someone has to win the lottery and it could be me the one day. وبعد ذلك ممكن أول بالأخير أن شخص راح يشتري راح يربح تذكرة ولربما يكون هذا الشخص هو آني. طبعا هذا هو الإنشاء اللي قلنا يتحدث عن الحظ اللي أنا صيب. حظ اللي أنا صيب. النقطة الرابعة يقول look again at the paragraph. باوع على الإنشاء مرة أخرى. باوع نعلي جزاك الله خير. Do you believe in luck؟ هل تؤمن بالحظ؟ Then answer this question with a partner. طبعا انا كشخص اذا واحد سالني قال تؤمن بالحظ حقيقه يعني بعض الاحيان اؤمن وبعض الاحيان ما اؤمن. اكو اشياء بها حظ واكو اشياء ما بها حظ. يعني مثلا الدراسه بالجامعات وبالمدارس هذه مو حظ، هذه قرايه، انت تقرا تشد حيلك وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. مرات اؤمن بانه اشياء اكو لها حظ، مثلا يجيك مدرس سهل هذا حظ ويخليك تجيب درجه كامله، واكو استاذ يجيك صعب حيل ويخليك تجيب درجه ضعيفه، هذا حظ يعني انت وحظك انت وبختك انت وتوفيقك بعد. هذا جوابي للنقطة هنا. لما يقول لك does the author have the same opinion as you، برأيك انت رأيك نفس رأي الكاتب؟ ممكن يكون ايه ممكن يكون لا حسب رأي الشخص. نقطة رقم B which sentence is the topic sentence، اي جملة منهم هي topic sentence. طبعا هي الجملة الاولى هي topic sentence، الجملة الاولى اللي عندنا هي topic sentence. سؤال آخر يقول which sentence shows the writer opinion، أي منهما هو أي جملة تبين إن رأي الكاتب. طبعا إحنا من نقرأ الإنشاء جملة رقم 3 يقول I don't agree with this، يعني أنا ما أتفق ويا رأي الناس اللي يقولون بأنه الناس العاديين ما يفوزون. إذن هذا هو جملة ثالثة هي اللي وضحت لنا. Which sentence supports the opinion the writer opinions، يعني يا جملة من الجمل وضحت لنا فكرة الكاتب. طبعا هي الجملة الرابعة يقول دي يوضح for example، هنا دا ينطي مثال، أربعة انطى مثال وخمسة وستة هذني وضحنا بيهن لماذا هو يؤمن بالحظ، لأن قال أنا قبل دخلت حظ لي نصيب ونجحت. فهنا هو السؤال يقول يا جملة توضح لنا، طبعا أكيد هي الجملة رقم 3, 4, 5, 6. E which sentence conclude the paragraph، أي الجملة التالية وضحت أن نهاية الباراجراف أي ختمتنا الباراجراف. طبعا إحنا نعرف بأن الباراجراف دائما ينتهي نهايته، فمثلا نقدر نقول الجملة السابعة والثامنة ذاني هي نهاية الباراجراف اللي هي سوت لنا سمري للباراجراف. Underline the sentence which the writer talks about future، وضح لنا الجمل اللي حكى بهن عن المستقبل. طبعا الجمله السابعه والثامنه هي اللي حكى بهن المستقبل، وهنا نفسا لخص بهن الفقره مالتنا كلها. هذا كل ما موجود بالنسبه للانشاء. هنا نتحدث عن writing about hopes and plans language focus to talk about your hopes and plans، حتى نقدر نحكي عن الهوبس والخطط for future للمستقبل. You can use expressions، يمكن استخدام تعابير like مثلا as would
I would like, I hope to, and I want to. هذول الجمل I would like to and I hope to و I want to. هذول الجمل دائما نستخدمهم حتى نحكي عن الخطط أو عن الأفكار، نريد نكتب عن شاء عن المستقبل. فهي الجمل مهمة، خلينا نركز عليهم. طيب أيضا عندنا الـ I am going to والـ I plan to، هذه الكلمات أيضا نستخدمهن حتى نريد نتحدث عن الخطة دائما في المستقبل. نجي على رقم 5، يقول write a sentences، اكتب جمل expressing which of the following personal wishes or plans use a variety of forms. هنا عندك توم race car driver، كل اللي يريد من عندنا نستخدم جمل من هذين الجمل اللي منطيهن هنا ونحطهن بهذا الجمل ورتب انشاء جميل ودقيق. توم wants to be a race car driver. توم يحب يصير. انا عندي توم، انا عندي الفاعل وعندي التكملة، اربطهم بوحدة من هذين الجمل. wants to be، يريد ان، يريد ان يكون. مثلا على سبيل المثال اي جمل، طبعا انا قلت نقدر نستخدم هاي التراكيب اللي اخذناهن ونصيغ صياغة صحيحة للمستقبل. دائما ويا خطة ويا أي شيء بالمستقبل نركب هذا التركيب. وهذا رقم 5 الحل هنا، يقول هنا طبعا would like to be أيضا حاط هنا، قال كوبر wants، هنا hopes، would like، ومنطيك أيضا قال لك الجواب ممكن يختلف من شخص لشخص وحسب يعني عفوا حسب فكرة يعني طالب. من قايل لك write a sentence about a plan that you will have، اكتب جملة انت تحبها بالمستقبل، اي جملة انت تريد تسوي. مثلا اقول I want to study medicine in على سبيل المثال in India، اريد ادرس الطب في الهند. طبعا هذه جملة عادية مرتبة، وهذا تحدثنا عن عن فد شيء تخطيط مع المستقبل. هسه نجي على brainstorming review. اليوم بهاي الفقرة راح نحكي عن brainstorming review، وهو موضوع مراجعة طرق تدفق الأفكار. أول قائمة أخذناها لطرق تدفق، أول موضوع أخذناه أو أول طريقة أول تكنيك أخذناه لتدفق الأفكار وهو الليست، والمقصود بالليست هو القوائم. أنا من أريد أكتب إنشاء أقدي أكتب العنوان مالتي فوق وأكتب كلمات عن هذا العنوان، وبعدين هاي الكلمات من خلالها راح اجي اكتب انشاء. الواد ماب وهي طريقة الخرائط، واللي هي نكتب العنوان بالنص وبعدين نطلع عناوين فرعية لنفس الموضوع، وبعدين هاي الخريطة اللي تصير كاملة نكتب عليها انشاء. ثالثا عندي الفري رايتنج، والفري رايتنج هي عبارة عن الكتابة الحرة، والمقصود بالكتابة الحرة انه انا اكتب الانشاء مالتي بدون تفكير وبدون اي افكار، شكو فكرة تجي ببالي اخرطها بالورقة بعدين ابدا اعدل واحذف والى اخره. ايضا رابعا اخذنا الديسكشن، والديسكشن هي النقاش، انه انا اكتب انشاء وصديقي يسالني وانا احكي، ومن اخلص سوالف انا صديقي يسالني وانا راح اجاوبه واكتب هاي المعلومات بالانشاء. رقم 5 list showing orders of importance، وهي القوائم، ومن خلال القوائم ابين الاهميه وارتب الاحداث ترتيب. ايضا الليست ومن خلال القائمة ووضح الاشياء المختلفة. والسبعة دبل ليست وهي كتابة الايجابيات والسلبيات والى اخره. وايضا عندنا البير انترفيوينج وهي عبارة عن المقابلة الازدواجية، اخذناها ايضا بالمحاضرات السابقة. هذه هي طرق البرينستورمينج اللي اخذناها، هذا طرق مهمة ولازم نعرف شنو هي. الآن يقول explain to your partner which types of brainstorming. الآن أولا هنا يقول برأيك الشخصي وضح أنت أي الطرق المناسبة لتدفق الأفكار is easier for you to begin. أسهل وحدة لك شن هي؟ يعني أنا برأيي الشخصي أسهل وحدة هي الليست القوائم، كل شيء ما تريد غير تكتب عنوان وتكتب العناوين الفرعية خلاص. helps you to get most idea، ما هي الفكرة اللي أو الطريقة تدفق الأفكار التي تجيب لك أفكار هواي. يعني برأيي الشخصي أنا
اكثر وحده تجيب لك افكار هي طريقه المابينج اللي هي الخرائط لما نكتب الموضوع بالنص ونوزع به الافكار. helps you to get the most useful ideas، تساعدك حتى تحصل على اقرب المعلومات او اسهل المعلومات. يعني ممكن تكون طريقه المابينج هي نفسها، هذا راي شخصي طبعا. is the most difficult for you، اصعب وحده بالنسبه لك شنو هي؟ انا برايي شخصي اصعب وحده لي هي الفري رايتنج، الكتاب الحره، لان لازم اكتب واحتمال اخطا وما متاكد، فهاي صعبه جدا بالنسبه لي وما افضلها. is your favorite، افضل وحده مفضله لك؟ يعني انا برايي شخصي افضل وحده هي الليستنج، القوائم، لانها سهله ما يحتاج كل شيء غير تكتب العنوان، فهذا يعني مفضله عندي. فكل شخص هنا وبرايه، يعني ماكو شيء ثابت، فهذا بالنسبه لي فرع بي. نجي على رقم 7، يقول choose 2 or 3 for these topics، اختار واحد من هاي المواضيع واكتب عنها بالبرين ستورمنج اللي اخذناه، واكتب اكثر من طريقه. طبعا هنا المفروض الطالب يقعد هنا يكتب عن مثلا عن حفل الزواج، يكتب عن حفل مثلا، يقول حفل الزواج او يعني الزواج في العراق مثلا، ابدي اكتب عن شلون الواحد حفله الزواج بالعراق، وابدي اكتب اكثر من طريقه. ابدي مثلا اكتب الليستنج، فمثلا اريد اكتب عن الزواج، اولا اقول موسيقى فرح، راح اسوي طريقه الليستنج، بعدين اكتب اطلاق نار لانه بالعراق يصير اطلاق نار، انتقد هذا الشيء، اقول هذا الشيء غلط مو صحيح، راح اكتب عنه. اكتب مثلا على سبيل المثال بطرق بزواج بالعراق، مثلا اقول على سبيل المثال some problems، بعض المشاكل اللي تصير، هاي قريت سويت قائمه، وبعدين اجي اكتب انشاء. فهي نفس الحاله على سبيل المثال، يعني مثلا the best place to live، افضل مكان حتى تعيش به، مثلا اقول على سبيل المثال اختار كمكان، اقول اربيل is the best place to live in، افضل مكان للسكن هو اربيل، وابدا اوضح. انا اقول او على سبيل المثال اقول people friendly، هاي اسوي قائمه، انا اسوي قوائم، يعني اولا اسوي قائمه اكتب اربيل، اولا اقول مكان امن، ثانيا رخيص، ثالثا اولا امان رخيص، بعدين ابدا النوب اقول على سبيل المثال everything is available، are available، كل شيء متوفر. كتبت قائمه عن او مفردات عن اربيل، بعدين اكتب انشاء عن اربيل، هنا أنا كتبت هيك إنشاء. على سبيل المثال يعني كارير جول، يعني مهنة وظيفة أو هدف وظيفي، يعني مثلا نقول أنا تكون صيدلاني، وأكتب عن الصيدلة وأقول بيها فلوس وكذا، وبعدين أجي أكتب إنشاء وإلى آخره. فهذا بالنسبة لرقم 7. ورقم 8 يقول exchange two examples، غير او بدل مثالين لطرق التدفق الافكار من التمرين السابع اللي اخذناه ويا زميلك، وناقش هذه الانشاء ويا زميلك. اسال صديقك did the writer get a lot of ideas، هل شفت نفسك انت كتبت هواي افكار لو هو كتب هواي افكار؟ ابدي سوي نقاش، شنو هي الطريقه اللي هو استخدمها، شنو الطريقه اللي انت استخدمتها، شنو الافكار اللي انت عجبتك بانشائه، هو شنو الافكار اللي عجبك بها، وهذا والى اخره. هذا بالنسبه لرقم 8. رقم 9 writing focus reviewing of transition expressions، هسه راح نسوي مراجعه للترانزيشنز، وبالترانزيشنز قلنا هي شنو هي الكلمات التي تستخدم لربط الجمل بالانشاء. فهنا عندنا مجموعه من الترانزيشنز، ذولا وين هم؟ هذول كلش مهمات، الافتر والاند والاز ريزلت، از ريزلت ان اديشن بيكوز بيفور، ذولا كلهم ادوات ربط لازم نستخدمهم بالانشاء مالتنا دائما حتى الانشاء يكون ناجح، حتى الانشاء يكون مرتب. فهنا الواحد المفروض من يكتب انشاء مالته لازم يستخدم بيها هذول الجمل، وهذا منطيك ورقة ويريدك تكتب انشاء عن هذا الموضوع وتناقشه والى اخره، ولازم تستخدم هذول الادوات. بالنسبة لرقم 10 يقول with the same partner، انت وزميلك، answer these questions، اجب عن هذه الاجوس اسئلة. نعم، فهنا answer these questions about transition expressions، هنا اللي يريده من عندنا نسوي ربط
ونجاوب عفواً عن أدوات الروبوت ببعض الأسئلة. أنت وزمجلة يقول why do writers use the transition expressions؟ ليش الكاتب يستخدم أدوات الروبوت؟ طبعاً أكيد حتى يوضح الفكرة مالته، إذا هي فكرة تناقض لازم يستخدم but أو يستخدم however، إذا نقطة تشابه يقول and، حتى يوضح الفكرة أو حتى يوضح العلاقة اللي الكاتب حتى يقدر يفهمه الكاتب. طيب سؤال بي يقول should there be transition expressions in a such a sentence why or not؟ هل ان كل الجمل تحتوي على ادوات؟ اكيد مو كل الجمل، ولكن اغلب الجمل بالانشاء او يعني مهم كل انشاء يحتوي على ادوات ربط. هذا الاسئلة عامة انت وزميلك تجاوبهن، يعني ما معقول الاستاذ يجيب لك هيك اسئلة عامة ما تتحدث عن الموضوع مالنا بالضبط. بالرغم من ذلك حتى اذا كانك الاسئله اذا حب الاستاذ يجيب لك اياها مساعده، فيعني اسئله بسيطه وابدا مو صعبه. هنا يقول read this paragraph، اقرا هذا الباراجراف with a barnitor add transition expressions. هنا اللي يريده من عندنا نضيف ادوات ربط لهذا الانشاء مالتنا وفقا للادوات اللي اخذناهن. هذا الانشاء نموذج من نماذج الانشاءات العاديه ويريدنا نكتب عن انشاء. الفكره مو هنا ولا الفكرة بأن أريدك تحل التمرين، هذا تمرين أصلاً محلول، ولكن المهم أنه إحنا نعرف الأدوات ونعرف استخدام الأدوات. لذلك أنا راح أرجع على الأدوات وناخذ استخدام الأدوات، كل أداة وناخذ استخدامها. فأولاً نكتب ملاحظة الأفتر تستخدم للتحدث عن شيء بعد شيء آخر، يعني كل اللي موجود بأفتر هو تسلسل الأحداث. يعني على سبيل المثال I went to my uncle after I finish the examinations. من خلصت امتحانات، يعني أنا رحت العمي أو عزرت عمي من أني خلصت امتحانات. فلاحظ أن after استخدمت لتسلسل الأحداث، لما يجيني تسلسل الأحداث نستخدم after. الآن إحنا نعرفها هي لأدوات الربط، ما أعتقد يعرفون إن شنو هي، مو صعبة يعني صعبة، لأن إحنا أخذناها الآن وقلنا هي تستخدم لشيئين متشابهين والأشياء المتشابهة. ايضا as a result، حتى as a result اخذناها وهي تستخدم للسبب والنتيجة، سبب والنتيجة اخذناها في المحاضرات السابقة. as a result تستخدم للسبب او نتيجة، as a result تستخدم للسبب والنتيجة. ايضا عندنا an addition تستخدم لاضافة شيء معين، من اريد اضيف شيء معين اقول an addition، الى addition to that، in addition يعني بالاضافه الى ذلك، من اريد اكد شيء معلومه معينه. because تستخدم للسبب واحنا اخذناها قلنا تنطي سبب. before ايضا لتسلسل الاحداث، شيء مع شيء، حدث بعد حدث. but للاشياء المتناقضه، شيئين متناقضين. consequently ايضا للاحداث. for example لاعطاء مثال. however لشيء تناقض. I think للتبيين أو لتوضيح بأنك لست متأكداً من شيء معين. in my opinion لإعطاء الرأي. I think in my opinion لإعطاء رأي. so لإعطاء سبب ونتيجة. therefore سبب ونتيجة. when تستخدم للتحدث عن الزمان أو للوقعات. طبعاً هذا استخدام الأدوات بشكل عام لازم نحفظه نقطة نقطة.